هاي روزا. هاي بوتيكات، اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. كيفكم انتم؟ الحمد لله. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. كل عام وانتي بخير. وانتم بخير. روزا احكي لنا عن شخصيتك، بتفضلي البخور او العطور؟ الاثنين طبعا، بخور للبيت بس عطري موندي باتشيلي شيء اساسي. اي ساعه بتصحي؟ برمضان متأخر، يعني ساعة اثنتين واحدة، أحياناً أبكر. بتحب المكياج الخفيف أو الثقيل؟ الخفيف طبعاً. رح نقعد؟ لا، رح نسوي القهوة بعدين نقعد. قهوة عربية أو تركية؟ تركية. طيب بتحب المنسف أو الكبسة؟ منسف أكيد. سناب شات أو إنستغرام؟ سناب شات وإنستغرام الاثنين. طب شخصيتك انطوائية أو اجتماعية؟ أكيد اجتماعية. هاي خواتي. هاي، كيفكم؟ الحمد لله. بعرفكم على خواتي هبة وليندا. هاي ليندا. هاي هبة. هاي. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. روزا احكي لنا شو ترتيبك بين أخواتك؟ السادسة الوسطى. الوسطى يعني أنت مسيطرة على الصغار أو الكبار مسيطرين عليك؟ لا، على الأصغر طبعاً. سوي القهوة وارجع لكم. طبعاً برمضان الجدول بيختلف عن الأيام العادية، بصحى شوي متأخر. المهم جداً أول ما أصحى أخذ شاور، عندي روتين خاص فيني عناية ببشرتي أكيد، وإني كيف أقدر أحافظ على رطوبة جسمي خلال الصيام. عندي روتين معين اللي هو سكين كير الخاص فيني موجود عندي اللي هو أكواتوب، وبعد ما أسوي الروتين تبعي أحط على بشرتي. عندنا طقوس بالبيت إنه ندخل المطبخ مع الماما، نجهز السفرة طبعاً للفطور، بعدين نقعد مع الأهل نشوف مسلسلات، ممكن نطلع مع الأصدقاء. في ساعة باليوم أخصصها إن نسوي رياضة. لازم مهم بعد، في نقطة مهمة لازم أضيفها، إنه لازم نشرب ماء ونحافظ على رطوبة جسمنا من بعد الفطور إلى السحور، ما قبل السحور، عشان يضل يحافظ على رطوبة الجسم. أهم شيء مثل ما قلت إنه كيف الواحد يحافظ على رطوبة جسمه، وأنصحكم أنكم لازم تسوون رياضة دائما. سؤال المسابقة لليوم: متى تأسست شركة بوتيكات في الكويت؟ جاوبوا على السؤال. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.